أهلا وسهلا بكم مشاهدو برنامج كورة في هذا اللقاء الخاص الذي يسعدنا فيه أن نلتقي باللاعب المنتقل حديثا إلى صفوف نادي النصر الكابتن عبد الفتاح عسيري. كابتن عبد الفتاح أهلا بك وحييك على برنامج كورة. بداية حديثنا بكل تأكيد نتحدث عن ماذا تود أن تقول في اليوم الأخير الذي تقضيه في النادي الأهلي وتنتقل من خلاله إلى نادي النصر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله أكون أول شيء ضيف خفيف عليكم. أتوقع أنها مفاوضة سلسة وسهلة، يعني اتصلوا علي الناس بعد أول ما دخلت الفترة الحرة، أعطيتهم رقم الوالد، تكلموا مع الوالد، الوالد تكلمني إيش رايك، قلت له أبغى استخير. أول شيء قالوا لي لك رغبة في نادي النصر، قلت لهم أكيد لي رغبة في نادي النصر، يعني بالعكس أي لاعب لو تسألوا في أندية في السعودية على كم نادي حيقول لك له رغبة في النادي اللي هو نادي النصر أو أي نادي ثاني. فالحمد لله استخرت وأعطيتهم طلباتي. ثاني يوم قالوا لي إحنا جاهزين وتوكلنا على الله. علاقتي إن شاء الله بجمهور النادي الأهلي طيبة، يعني لهم الفضل بعد الله، نادي الأهلي، نادي الاتحاد، نادي حطين، كلهم لهم الفضل بعد الله. إن شاء الله العلاقة تستمر كما هي طيبة إن شاء الله، والنادي يعني جمهور النادي الأهلي ياما هتف باسمي وياما وقفوا معايا، وإن شاء الله أني حاولت يعني أعطي اللي عندي وأعتذر لهم والله يوفقهم، إن شاء الله يوفقني أنا في الجاي. والله أشوف أنا جلست في الأهلي أعوذ بالله من أنا يعني يمكن 4 سنين، حسيت أنه خلاص يعني الفترة خاصة الفترة الأخيرة حسيت أني أنا يعني أبغى أغير يعني أطلع من النادي وأشوف لي أروح لنادي يعني أحس إني بحقق فيه شيء. فكان يعني الخيار صارت كم أشياء، ما أبغى أرجع للماضي. أشكر برضو إدارة النادي يعني حاولت معايا وما قصرت، وكان خياري نادي النصر، وإن شاء الله إني أكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. إدارة النادي الأهلي كيف كانت تحركاتها منذ دخولك 6 أشهر الأخيرة؟ صراحة فاوضتني إدارة النادي، بس يعني ما حسيت في جدية 100%. أنا ما كانت في الجدية، أو ممكن يعني شافوا إن مطالب يعني شافوا كلهم وجهة نظرهم، يعني ممكن شافوا إني ما أستحق المطالب هذه. ففي النهاية خيرة، وزي ما قلت لك يعني كان في، ما أكذب عليك يعني كانت 50% إني أجلس و50% لا أروح غير شوية أطلع، ممكن خيرة لك إنك تمشي. فالحمد لله الشيء ذا هو اللي صار خيرة كان إن شاء الله. هل فاوضك الأمير منصور بن مشعل لبان إشرافه على فريق كرة القدم بالنادي الأهلي؟ والله أشوف أحترم الأمير منصور، والأمير منصور يعني من الناس برضو يعني ما له وقفات معايا ما أنساها، بس الأمير منصور شخصيا ما كلمني، كان ممكن يجوا ناس تعرف كل واحد يحب يعني يطلع في الصورة، فكان أكثر من واحد، كل واحد أنا من طرف الأمير منصور، أنا من طرف الأمير منصور. كانت في جدية في المفاوضات؟ في البداية، بس بعدين يعني لما خلاص وصلت المرحلة أنه طيب يلا فين اللي قلنا عليه، ها بكرة بعده زي كذا، ففي النهاية زي ما قلت لك خيرة. حسين عبد الغني، إيش كان دوره الفترة الماضية مع عبد الفتاح عسيري، خاصة بعد تلقيق العرض الاحترافي للانتقال إلى نادي النصر؟ والله أشوف أبو عمر أخ يعني كبير لي، وأنا حسين عبد الغني كنت أنا صغير أتفرج عليه، أنا ما أبغى أتكلم، معروف مين حسين عبد الغني. حاول معايا إنه يعني قال لي يعني في النهاية ما ضغط علي، قال لي في النادي مصلحتك أحسبها صح، سواء إذا جلست في النادي ترى برضو لما تغير من نادي لنادي ممكن حتتعب شوية في البداية، بس هذا حال الكورة يعني في النهاية لو طلعت أنت في النهاية اللي يعني أنت اللي شايف، انت اللي حتشوف نفسك فين حتكون كويس. جلسنا مع النادي ما حسيت انه يعني كانت الخيره اني اجلس، فحبيت اطلع. في تصريح شهير للكابتن عمر السومه قبل توقيعك للنادي الاهلي كان يقول انه لاعب محلي يتمنى وجوده، هو اللاعب عبد الفتاح عسيري يتمنى وجودك في صفوف النادي الاهلي. بصراحه كيف كانت علاقتك مع عمر السومه خلال فتره احترافك مع النادي الاهلي؟ أكيد بالعكس، هذا الشيء يعني يزيدني ثقة في نفسي، واحد يعني كابتن زي عمر السومة يعني كلامه اعتبره سام على صدري، ولعبنا يعني فترات مباريات حلوة وكنا فترات مع بعض في الملعب، وإن شاء الله أني ما قصرت معاه ولا هو قصر مع النادي، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله.
أعرف أنه في علاقة قوية بينك وبين معتزها وساوي كصداقة يعني، إيش حاب تقول لمعتز؟ والله معتز هذا يمكن بدون مبالغة يمكن والله أخوي اللي ما جابته أمي. أنا أخوي كل حق وحقيقة أخوي. أتمنى له أول شيء إنه الله يبارك له في زواجه دحين قريب، وأقول له الله يوفقك إن شاء الله، وأشوفه في الملعب عن آخر مباراة. أنا مبسوط إنه كمل المباراة كلها ما حس بآلام ولا حس بشد. ومعتز الخوف عليه يعني ما أخاف عليه في الملعب، أخاف عليه بس من الإصابات، لكن في الملعب ما شاء الله تبارك الله. كابتن عبد الفتاح، سؤالي، في نادي النصر الكثير من اللاعبين يلعبون في نفس مركزك، هل تتوقع أن تكون المهمة يعني فيها نوع من الصعوبة عليك بالفترة المقبلة لارتداء قميص نادي النصر أو الانخراط في التشكيلة الأساسية؟ أكيد والله ما في شيء سهل، بالعكس أصلاً لما تلعب وفي أو تجلس برا وفي أحد كويس في مكانك يعطيك دافع إنك تلعب، ولما تلعب تبغى تثبت للناس إنك أنت أفضل. ما هو يعني أتمنى له أتمنى له يكون كويس، وأنا أبغى أكون كويس، أتمنى إني أكون أحسن منه يعني، عادي هذا شيء طبيعي، كل واحد من حقه يكون أحسن من الثاني. بس في النهاية يعني المراكز لما يكون فيها اثنين ثلاثة كويسين أحسن من إنه تكون لحالك في الخانة، ممكن يعني خلاص يعني تكون واثق في نفسك أكثر من اللازم إنه المكان هذا حلعب فيه سواء كنت كويس أو ما كنت كويس حلعب. لا، لما يكون في واحد في البنش يعني كويس تخاف على خانتك وتبدأ تركز وتعطي أكثر. عبد الفتاح، يعني قبل انتقالك أو توقيعك لنادي النصر، هل سألت بعض اللاعبين النصر عن الوضع في نادي النصر، مدى الاستقرار المالي، مدى الاستقرار الفني، تساءلت قبل ما تروح؟ والله شوف بصراحة سألت اثنين، وليد عبد الله ويحيى الشهري، يعني اتصلت عليهم وسألتهم كيف النادي، كيف الوضع، أنا ممكن أجي ونتكلموا مع الناس وممكن أوقع، فايش رأيكم؟ كنت أبغى عن الصراحة أبغى أعرف كيف وضع النادي، مو يعني ما هي كل شيء، صح الفلوس مهمة بس مو كل حاجة، يعني ممكن أخذ فلوس بس أروح ما أرتاح، بس في مثلا أخذ فلوس وأروح بيئة كويسة وأرتاح وحلعب إن شاء الله وهعطي وحبرز إن شاء الله في النادي. والحمد لله يعني أنا اخترت نادي النصر لحتى أحترم نادي النصر، ولإدارة نادي النصر اللي كانت معايا شفافة، ويعني ما تأخرنا حتى ممكن في نص يوم، إيش تبغى إيش ما تبغى، إحنا شارينك وإنت إيش رايك، حتى لما وقعت قالوا لي لو تبغى تخلي العقد معاك لين ثاني يوم وما أنت مرتاح خذ العقد وخليه معاك ثاني يوم، خلاص قول لنا والله أنا لسه أنا ماني مرتاح وما أبغى شيء يصير. استخرت دخلت على طول صليت استخارة، كنا في مكة صليت استخارة وقلت لهم أنا مرتاح وفعلا من جد مرتاح، وإن شاء الله أقول لجمهور الشمس إن شاء الله ينتظروني في الملعب أكثر ما ينتظروني في المقابلات إن شاء الله. والله أتمنى أني يعني كنت ضيف خفيف عليكم، وزي ما قلت لك أعيد وأكرر يعني قلتها كثير، أقول لجمهور الأهلي شكرا على كل شيء قدمتوا لي، وأعتذر منكم، وإن شاء الله الله يوفقكم في الجاي، والله يوفقني مع نادي النصر إن شاء الله.